سراج، أنت منيح؟ والأهم من هذا إنه الواحد بيقدر يتعلم من ابنه، مو بس يعلمه. دجلة بنتي انتي عم تزعلي من ابوكي بسبب قصة الشغل؟ في هيك شيء، مع اني ما كنت ملاحظة على حالي. انه تشتغلوا سوا بنفس المكان ما له شيء سهل ابدا. بصراحة انا بدي اياه يكون محايد، بس كمان ما فيني انكر انه في رغبة كبيرة جواتي بانه يحميني. يعني حتى لو أنا ما قبلت ورفضت، بس بدي إياه يحمي. كتير طبيعي حبيبتي. هذا شعور أنتي ما عشتي من قبل. أنتي كل هالوقت كنتي واقفة على رجليك لحالك، تمام؟ كلنا منحتاج حدا نستند عليه، هيك نرتاح ونترك تقلنا. الواحد بيتعب يضل حامل تقل على طول. انت كتير زعلان على وضع رفيقك، مو هيك؟ زعلت.
صباح الخير. صباح النور. سراج بيك، شفت الفيديو يلي نزلوه؟ الدنيا قامت، الكل هلأ عم يحكي عن الفيديو تبع أوزبي، متخيل؟ أنا شفت. وكمان وصلنا إيميل من وكالة الإعلانات مشان فكرتكم الرائعة، قالوا بيباركولكم بكل المنصات العالمية، هذا الفيديو شغال يعني حققنا انتشار واسع. سراج بيك شبك؟ إجت دجلة؟ لا لسه ما إجت. حبيبي أنت من أي باب بدك تفوت؟ خلص أنا بنزل هون. لا خليني وصلك، أصلاً قربنا مو حرزان. لا لا ما في داعي أبداً، بنزل هون. حبيبي إذا بدك تنزل على الباب الوراني برجع بلف وبنزلك. حبيبتي عن جد ما في داعي، هون منيح. طيب ماشي، اسمع إذا صار شيء أكيد اتصل فيني، عطيني خبر، وإذا في شيء بقدر أعمله بساعدك فوراً، وأنا حاسة إنه إن شاء الله رح يكون كتير منيح ورح يتحسن. إن شاء الله. طيب وين بوستي؟ بدي بوسة صغيرة بس. آه موت فيك. وأنا كمان. يلا بشوفه. صباح الخير جيدة خانو. شو عم تعمل قدام بيتي انت؟ بعتذر منك، انا اشتغلت طول الليل وقدرت اوصل لأدلة مهمة كتير بخصوص فرات. مثل شو؟ النينتين كحول لقيتهم بالكرفانة تبعه. انا قلت لك. قلتي يا جيدة خانو قلتي، وانا امام هيك تهمة؟ اشتغلت طول الليل ودورت وفتشت ورحت على موقع التصوير كمان. برافو، طلع فيك تشغله شوي، عن جد برافو عليك. كله بفضل توجيهاتك يا خانو. أنا رايحة على التصوير، لا تترك الوكالة. الباب جاي لعندك. ألو، على شو قصدك أنت؟ ماني فهمان. خير؟ شو اللي عم يحكو؟ شو؟ استنى عم شوف. يا الله يا سراج. تعي قربي. سو حبيبتي طلعي فيني شوي. حبيبتي سو اليوم عندي اجتماع كتير مهم، عم تسمعيني؟ هاد الاجتماع مهم كتير، عم تفهمي؟ عم قلك هاد الحكي مشان تعملي حسابك ما تتدخلي ولا بكلمة. ما بدي مشاكل وما بدي كل الوقت تضلي عم تعملي لي هاي الحركات، رافعة ايدك هيك وعم تتصوري شي من هون وشي من هون. يلا 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 تصوري حالك وتعملي سيلفي والقصص، حتى التيك توك نسي لي اياه. اوف ايه بيري فهمت. يلا سكري فورا. لا يلا عم قلك سكري هلا، صرتي متصورة 100 صورة معنا كلياتنا، خلص بكفي تمام. لا تقولي لا خلص لو سمحتي، سكري وقيمي من ايدك. طيب رح سكر خلص. ليش ما عم بقدر صدقك أنا؟ فهميني. فرات عمل غلطة بسبب بنت كانت بحياته، يعني وقع بغلطة وكانت لحظية. بس جور كان شو عمل؟ استأجر زعران ليضربه. ليك حالته، شوف تفرج شوف شو عملوا فيها المجرمين. شو يعني يكون جور كان هو اللي عمل هيك؟ أكيد. إذا في حدا رح يطلع من هون فهو جوركام مو فرات، لأنه رجع لأدمانه القديم. ليش ليه؟ ما في هيك شي. مو زابطة تكذبي، في إثبات. دوروا بالكرفان تبع فرات وهذا هو سبب فورته، لأنه مو بوعيه. أجور روح دور بالكرفان لنشوف إذا في أناني مشروب. حاضر أستاذ.
استاذ لقيت هدول. خلص وضحت الامور. الاثنين ما بدي اياهم بالفيلم تبعي، لا فرار ولا غوركام. فيلمي هاد ما حدا رح يلغي، وما بسمح لهم لو شو ما صار يروحوا ينقلعوا. هي خسرنا بسببك يا غبية. خليكي عم تكبري راس، كنتي بتعرفي، بتعرفي انه فرات مدمن كحول، ومع هيك سكتي ودافعتي عنه. شو هالجشع، ما عم بفهم كيف بتلعبي بقدر انسان. انتي مو بس حرقتي الممثل تبعي، هلأ رح تضطرينا ندفع الغرامات اللي عتنين. هيك صار كتير دجلة، طفح الكيل، عن جد طفح الكيل هالمرة. نحن جاهزين بارش بيك، تفضل. يشرمون سنة سورما بوايات بيني ميسي روما سنة وغرند كوچوچوك بو دنيا اما بيوت لا نوي قوندا يشرمون سنة سورما bu hayat benim esir olmam sana evrende küçücük bu dünya var ama büyük lan o ekondan severim gelir bir anormal güllerim gelir bir anormal ulan sana mı kaldı koca dünya var dönüyor dönüyor bu devran yazmışlar beni gerçeğin hükmüne filozoflar bu yıldızlar sorulur oz diye sarhoştan sormadan sen de bir yol beni bulmuş. سيراج انت كيف بتعمل فيني هيك؟ أوزبي انت كيف بتعمل هيك بدون ما تسألني؟ لو صار عندك خبر ما كان رح ينتشر وما كان رح يطلع عرض رائع مثل هاد، هيك مو أحسن؟ قلت لك ما بدي يكون جزء من شيء ما بآمن فيه، مو هيك حكينا سيراج؟ لك بلا هالحكي، كانت ليلة بتاخد العقل يا زلمة، كل البلد عم تحكي فيكم. خليتني أعمل إعلان عن منتج ما بدي إياه ورايح مكذب على سقراط وقايل له انه انا قبلت الاعلان ومن هالحكي، ما بيصير هيك. كل اللي عملته مشان تقبل بالعرض، وبالمناسبه الفيديو صار بالترند والراب دائما ايجابي بتعرف. يلا خدعني واخدع رفقاتي وفبرك القصه وزبطها ونظمها والعبها. سيراج انا لازم اثق بمدير اعمالي، بتعرف هالشي يا اخي. انا بتطلع على النتيجه، انت عملت الفن تبعك وغنيت ونحن دخلنا حديثك بمنتج. لا حبيبي ما حذرت، شوف يا شاطر هذا الفيديو بده ينحذف وبس هيك. لك يا أخي اللي صار صار، الفيديو صار عليه مليون مشاهدة، إذا شلته بتعرف شو بصير؟ لا 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 ما رح يصير شيء، ومثل ما حطيت الفيديو بدك تشيله هيك ببساطة. أوزبي الناس ممنونة منك، شوف حتى حولونا المصاري. قرب قرب لقلك، شوف شوف طلع طلع، بس شوف ألقي نظرة على هذا الرقم، شوف طلع شوف هيك دفعوه؟ عم حاكي شو عم شغلك على الفاضي أنا؟ ولسه في إعلان تاني بعد هذا مباشرة ورح يدفعوا لك الدبل. معناتها بتحولهم فورا، رح أبعت لك الحساب. هذا هو الحكي اللي بيجي منه بالفحص، عطي حق وخوت حق وروح فنقر على رفقاتك كمان، وأنا بخبر المحاسبة هلأ يحولوا لك ياهن. لا لا شو هاد، بدك تبعتهم فورا، يلا بعتهم هلأ. شو شايفك استعجلت، بعت لي رقم حسابك بس لا تصور لي سكرين شوت مشان اقدر اعمل له كوبي بيست. على الاقل بدل ما يحطوا طوق للولاد يعطوهم حياة. رح تبعت هالمصاري فورا لهي الجمعية، على الاقل لنكون امل لحياة شي ولد لنخليه يعيش. ماشي. Tutulur mu acep günlüğüm, ne parası kolum, kirpas tutardı önlüğüm. Şimdilerde biraz ünlüyüm ama maalesef yaşamam para için. Aşklara düşkünüm, adım Onur, lakabım Ozbi. Ben böyle özgürüm. Kaç kere vurdum acıları kavramı değil saat bu derdim anlamı kalmaz beni yine anlamı
هو إعلان توعوي، الميزانية محددة والساعة محددة. يعني بصراحة السعر هو 10,000 ليرة. 10,000؟ شو هالحكي؟ ماشي يعني كتير قليل، بس بالنهاية هو إعلان توعوي مو هيك؟ اليوم رح نصور فيها، تجي مو هيك؟ ايه طبعا. طيب عدتنا جاهزة، نصورها بالتراس عندي؟ يعني طبعا بصير، وما تعطوا مصاري للمكان، يعني كيف مكان هو إعلان توعوي، مين رح يهتم؟ لكن رح نظبط الأغراض ونستنى خبر منك من هون لساعتين، ماشي؟ ايه طبعا رح تجي أكيد. أنا كتير بتشكركم لأنكم ما خجلتوني. معقول خجلك يا فريدة؟ أكيد رح نساعد بعضنا، شو هالحكي؟ شكرا كتير إلك. ولو العفو. موفق إن شاء الله. 10,000. يا بنت برافو عليك. يا الو دجلي، الله يسامحك، يعني عن جد برافو عليكم. شو هالحادثه اللي عامله رفيقه؟ والله ما حبيت له اياها ابدا لبارك. دقيقه ما فهمت عليك، ليش شو اللي صاير؟ سيد بارش بيوقف التصوير وبيروح بيحضر حفله. اه وينك؟ رح ابعث لك الصور وانت بتشوفيهم. بارش انت شو هاد اللي عم تعمله؟ معقول كذبت علينا كلياتنا؟ مو على اساس رفيقك عمل حادث ووضعه سيء كتير؟ دجلة لو سمحتي رح احكي لك بعدين حبيبتي، ماشي؟ رح احكي لك بعدين بس يخلص هالشغل. بارش عم قول انك كذبت علينا كلنا، كل اللي موجودين بالتصوير صارت صورك بين ايديهم وبيعرفوا انك عم تكذب. حبيبتي لو سمحتي دبري الموضوع، عم قول لو سمحتي. سيد إجمان، وأنا ما كنت بعرف، صدقني ما كان عندي علم بالموضوع. يا دجلة أنت مو بس مديرة أعماله وأنت حبيبته كمان، أنا كيف بدي صدق هالشي يا دجلة؟ إيه أنت معك حق بكل شي، بس أنا عن جد ما كان معي خبر. طيب بعترف بارش غلطان، لنشوف كيف رح يصلح غلطته. أنا رح أحكي معه ونتفاهم على كل شي وبعدين رح خبرك. خلص اطمن، أنا رح حلها. أوف يا رب دخيلك حبيبتي دفنة. ايه في اعلان بخصوص الغابات بدهم اياكي خصيصه. طلبوك بالاسم واصروا عليكي. شكرا يا فريده. بدك الصراحه بيني وبينك، كل هالغابات الحلوه عم يحرقوها، وبعدين عم يقطعوا هالشجر الحلو بحجه انه ما عاد في ميزه غابه. بس الغابه ما بتفقد ميزتها يا فريده، واللي بيفقد ميزته هو الانسان. شكلك من هلأ دخلت بجو الشخصية. قمصت الشخصية حبيبتي. ليكي حبيبتي، إيه؟ نحن حكينا كمان مش هالمصاري. عم بيقولوا 20,000. يعني إذا أنتي كنتي موافقة تصوير عنا، الراس كله جاهز، شو رأيك بتحبي نبلش؟ فريدة أصلا لهلأ ما إجاني منك شغل مو منيح. معقول ما أقبل؟ طبعاً موافقة. تمام يلا نروح. يلا نروح يلا. ايه فريدة عن جد انتي رائعة والله. حبيبتي انتي بتستاهلي. يلا وانتي كمان حبيبتي، جيبي كوكوش وتعالي. يلا خلينا نطلع التصوير. تمام كوكوش، يلا تعي يلا. صباح الخير جيدة خانم. فرات تقلع من الفيلم مو هيك جيدة خانم؟ البوكسات اللي ضربها للسيد جوركام ما رحت على الفاضي، ما هيك؟ ايوه خلينا نكتب باستديو اخر شكل الحب مشكله. فرات شام لك ما جورجام اتى لايف في الاستديو. لسه عدد متابعيني قليل. لا
العالم بتعمل شيء صغير بتنشهر، انا هون بقول اخبار ما حدا بيعرفها. ها وقف، اجاني شغله. ايه يلا هيك نقطه نقطه. لقيتوا الانان يا خانم؟ لقيناهم. هذا معناه انه فرات تقلع من الفيلم. ايه صح، بس المخرج قلع جوركام كمان. لك شلون؟ سبب دجلة غبية هالبنت، مشان الممثل تبعها يبقى بالفيلم دافعت عن فرات. ما بعرف لمين طالعة من عائلتها. جيداء خانم، هاي البنت شو عم تحاول تعمل؟ عبوني عبوني وعلى دجلة تفشوني وشوفوا شو رح ساوي. دكتورون لبرا لو سمحت، نقلع. أمرك جيداء خانم. يعني بكل بساطة هنن قالوا لنا هجموا ونحن فعلا هجمنا. أهلين. أهلين دجلة. أهلين. أنا قمت كل يلي رح يمثلوا بمسلسل الصيف. صحيح، بالمناسبة في كاستينج للأنتيم تبع البطلة، شو عملتي فيها أنتي؟ أنو أنتيم بقى؟ شو أي أنتيم بقى؟ مو بيكون في اثنين رفقة قراب، واحدة من الحارة واحدة من الشركة؟ هي اللي بالشركة بتكون حاطة هيك نظارات كبار مثل التنكري وبتقول يا بنتي سيد أرهام دواكي، هيك شكلها غريب كتير، يعني مدري شلون بتحسي. والهدف الدراماتيكي إنه المدير بده يطبق هاي البنت، عرفتي شلون؟ أنا ناسياني هالقصة كلها. طيب ماشي، أنا لقيت الاثنين هدول، هلا طلع من هاي الصفحة وروح الصفحة الثانية. وقفي. ها. إيه. واحدة منهم هي البنت والثانية امشي شوي. هاي برأيك أي واحدة دلوعة أكثر؟ هاي. معقولة هاي دلوعة أكثر؟ هدول الوردات من وين إجوا؟ خير شو بكي دجلة، فيكي شي؟ لا ما فيني شي، بس ما قدرت نام منيح مبارح، تعبانة. من وين إجوا هالوردات؟ من أبوكي. على كل حال شوفوا لي البنت، مو مبينة كتير دلوعة؟ لك يا عيني، أنا وقتها كمان قلت هالشي، ما نحن بكل أدوار البطولة بنحكي هيك. لك إيه، بس كتير صدقنا هديك المرة اللي عندها انفصام، الأخت كلوب ديمان وبوردن لاين الصهر وهداك الجار بيبيولار. تماما. إيه بكرة بكرة شوف الريتنج تبع طفولتي في ذهني، شغلة كبيرة رح تكون. من هلأ ألف مبروك. طيب ماشي، بنلتقى هنيك. يلا بايات. سلام. سلام. انت اللي جبت هدول؟ اي نعم. ليش؟ قال ليش؟ ما بقدر جيب ورد لبنتي؟ ما في سبب. لا الأصح في كتير أسباب. مثل شو؟ مثل إني بحب بنتي كتير. عجبوكي الوردات؟ تعرف إنه هذا النوع من الورد كتير بحبه؟ لكن اسأليهم لشوف، أنا بحبك ولا ما بحبك؟ وهو هيك. بدك نطلع مشوار بالعطلة؟ بس أنا عندي كتير شغلهم. يلعن أبو الشغل، الشغل ما بيخلص. منروح على الجزيرة، شوفي رح أخذك لمطارح كتير حلوة، نحضر المغيبة بأيا يورجا، بعدين منقعد مع أبي البعض نتحاكى ومنفضفض، يعني علاك فاضي. وإذا بدك بنبكي، نعمل شو ما بدنا. ماشي. ضيفنا خانو، بدنا نوصل فكرة انه الغابة للجميع. تمام. وبنفس الوقت بدنا نوعي العالم على شوية تفاصيل وارشادات مشان حرائق الغابة. رائع، كتير حلو. وطبعا المشاهد تبعك رح يكون في عليها فويس اوفر، بس هيك. يعني ما عندي حكي ابدا مو هيك؟ هذا النوع من الاعلانات هيك بيكون. ايه اكيد.
يلا عن إذنك هلا. إذنك معك. آخ يا فريدة، الله يطول لي بعمري، مع إني ما رح أقول ولا كلمة واحدة حتى، بس رح أخذ أكثر من اللي أخذته بالمسلسل. يا عيني. 10,000. ما فهمت. 10,000 المبلغ اللي أعطوه مشان هي الشغلة. شو عم تحكي أنتي؟ فريدة قالت 20,000. كذب هالحكي. أنتي شو عم تحاولي تقولي؟ يلي عم حاول قوله، والله الرجال قال 10 بس بيري قالت لك إنه 20 بهالبساطة. حبيبتي يا روحي، شو كيف الوضع؟ قليلي طمنيني. ليكي فريدة، ما في عندي شك إنه أنتي نيتك طيبة، أوكي؟ تمام، صحيح أنا قلت لك محتاجة للشغل مشان أعيش، بس كمان أنا ما قلت لك إني بحاجة لمساعدة حدا، ومستحيل أقولها لو بدي موت من الجوع، تمام؟ وبالمناسبة شكراً لك فريدة. دفنا 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 حبيبتي. انت اللي عملتي هيك مو؟ انت اللي عملتي هيك، شو قلتي؟ لا انا ما عملت شي بيري، الحقيقة هي اللي عملت. اخ رح يوقف قلبي. اي 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 قلتي لك كل شي مو هيك؟ اوف اوف، وانت لو سمحتي روحي من خلقتي كمان، ماني ناقصتك. خدي. اوف. وين العرض المساء؟ نفس المكان مثل العادة تبع الكباب؟ ايه. تروح انت كمان معنا؟ منروح الساعة شي 7، شو رأيك؟ ايه بروح، ليش حتى ما اروح؟ ما في عندي شي. تمام اوكي. وعم يفوت البيلسان الاسود كمان. ايه والله عم يفوت، يعني والقناة مشجعتهم منيح مقابل المسلسل اللي متاخد من اكتر كتاب لقى مبيع هاي السنة، عم يفوتوا مسلسل جديد، بهنيهم. نحن اعطيناهم شي ممثل لهالمسلسل. في سهيلة بس ايمن هو عم يهتم فيها. يعني كل الوكالة رح تكون بطفولتي في ذهني. تمام. ممتاز ممتاز. مرحبا. أهلين بكر، كيفك؟ أهلين يا بكر. منيح، كيف رح نكون؟ يعني سويلة كانت مشاركة بإعلان مسلسل البيلسان الأسود، كنت عم أشوفه. كيف هالإعلان؟ أنا ما شفته. حلو، في أحداث ومشاكل وفي آغة، يعني شي بشد. على كيفك؟ عن جد؟ يعني مسلسل طفولتي بذهني بكل قناة موجود، هالشغل مميز كتير، أنا يمكن رح أحضرها. لا تخبص بكر، كل الفريق رح يتابع طفولتي في ذهني، نحن في عنا ممثلين فيه. بس أنا قلت لحضرتك من قبل سيد سراج، في شي مسلسل آغا بالتاريخ بلش وانقطش بالنص وما تكمل؟ في شي فريق راح لعنتابو ماردين ورجعوا من دون ما يصوروا جزء كامل؟ يعني الشغلة مو بإيدي، أنا زلمة بحب شوف الريتنج حتى لو عقلي رفض، بس روحي بتتأثر. نعطي إذن للمحصلة؟ أصلاً ونحن شغلنا بالمحصلات، بس مو مبين انه متاثر بالاعلان ابدا. ها برايي نحن نقيم الجمهور، يعني الجمهور يحضروا المحصله بيجوا بيتابعوا بيجوا بيحضروا. اصلا الجمهور ما عم يروح غير ورا الريتنج. اصلا يا سراج ما عاد في جمهور محصلات مثل قبل، يعني ما عاد ضل هالفرق بيناتهم، هالجمهور والمحصلات القدمة وينه؟ ميرال شوفي لي هدول الحلقات، حلوين ممتازين. يعني حلوين؟ اها. ليكونوا ما عجبوك كتير؟ شو هالحكي؟ بس أنا كتير متحمسة. ليكي دجلة، كيف فستاني؟ مو كأنه رسمي زيادة؟ لا أبداً، برأيي كتير حلو، بناسب الليلة. أرجيني؟ أنتي مجنونة ميرال، طالعة كتير حلوة اليوم. قد ما كنت حلوة ما رح بين قدامك. شكراً، كلك ذوق. خلينا نستعجل شوي بلا ما نتأخر. خدي لشوف، البسي هاي، والله لا تخلي الجو يولع. يولع؟ لنشوف. آخر شي كنت عم تقولي برش. ايه بلا مزبوط، كنت عم قول برش ليش ليخبي عنك هيك قصة؟ انتي مو بس حبيبته ومديرة أعماله. بكرة بتشوفي بعينك هالقصة رح تخلي كل الأمور تفوت ببعضها. مدري شو في عنده شغلة أم حضرته ما عاد بده يروح على التصوير. رجعتوا حكيتوا بالموضوع؟ لا ما حكينا، لأنه ليلة العرض كان رح يجي ويرافقني، بس وينه هو؟ مانو موجود، مانو هون. ما بعرف، هذا الوضع مخربط كتير وما عم بفهمه، يعني في كتير تفاصيل ما عم بقدر ركبها براسي. صدقيني ما بعرف ميرال، قضيت يوم كتير صعب،
بس نخلص من ليلة العرض هي ومن بعدها رح نحط راسنا براس بعض ومنفكر ومنحكي بهالموضوع، لأنه هلأ عقلي ما عاد جمع. يلا امشي. طيب استني شوي لحتى احط الملمع. ايه لا معي حالك لشوف. ايه كتير حلو صار. ايه تمام اتجنن. يلا طفي الضوء خلينا نمشي. يلا تعي. يلا ما منكون تأخرنا مو؟ لا منوصل على الوقت. فينا نحكي شوي بس؟ ميرال إذا بدك سبقيني أنا بخلص وبلحقك. أصلاً بكل الأحوال كنت رح روح مع بارش. لكان أنا رح روح. طيب تفضل عم اسمعك قول. قلتي لهم بالتصوير إنه ما عندك خبر؟ بدك ما تواخذني، ما قدرت لف ودور مثلك. مثلي؟ شو هالحكي هاد؟ أنا كتير معصبة منك بارش. طول اليوم وأنا عم أصفن وفكر إنه أنت ليش كذبت علي؟ شفتك ما فتت على المستشفى، أخذت تاكسي ورحت. كنت مضطر ساوي هيك. من وين طلعت قصة الفندق هي؟ مانك منتبه قديش ضريت حالك وضريتني وضريت الوكالة من ورا حركتك؟ هلأ جيداء خانم بتكون دريت باللي صار. لسه عم تقولي الوكالة؟ الحياة مو بس شغل دجلة، شبك. أنا موجود بها الحياة وفي عندي خصوصيات وفي عندي عيلة كمان. لحظة ما فهمت شو قصدك تقول. قصدي أقول مو بس لأنه أنت بدك فأنا بستغني عن الشغلات اللي بدي إياها. إيه كان فيك تجي لعندي وتقلي شو ناوي تساوي بالضبط. كنت أطلب مساعدة وكنا كلياتنا ساعدناك وحلينا هالقصة. مثل ما عملتي اليوم؟ لك حتى ما غطيتي علي. قلتي لهم بالتصوير انه راح من راسه وما عندي علم بشي ابدا. بس خبيت الادمان تبع فرات. قدرت تعملي هيك مشانه بس مشاني لا؟ لانه حضرتك كذبت. فرات ما كذب عليكي؟ قالك ما عم بشرب كحول وتارك. بس طلع مو تارك. برايك ايه كذبة اكبر؟ بس انتي وقفتي جنبه دجلة، سكتتي مشانه وساندتي للنهاية. بس ما عملتي يا مشاني. ليش؟ لأنه أنا حبيبك. كذبتي ما ضايقت دجلة مديرة أعمالي، بس ضايقتها لدجلة حبيبتي. يعني قصدك أني عم بخلط بين الشغل والشخصي؟ تماما هاد اللي عم أقوله. اوكي منلاقي حل، منختار واحدة من التنتين بارش، بيكون احسن. عدنان بيك؟ عدنان بيك شو هالشياكة كلياتها؟ عن جد معك حق تعمل هالشي فينا، يعني بحلف لك، بحلف لك إني بعرف كتير منتجين بس ما شفت حدا بشياكتك بكل الوسط الفني. طالع مثل المافيا الإيطالية، مو معقول. يلا قضوا وقت حلو وانبسطوا. آه جيداء خانو أريج كيفك؟ منيحة متحمسين. ايه الحق معك، والله أنا من الأول عم إدعم الأشياء النفسية، بس لما رحت على مكان تصوير البيلسان الأسود ما فيني أوصف لك الطاقة. ما فيني. ايه عن جد كتير حلو، وظن كمان مكتوب بأسلوب شعبي بكل تفاصيله. ايه تماما حبيبتي، يعني قصة الأراضي هي شو ما عملوا ما عم تزبط معهم. ايه صح،
وطفولتي في ذهني كل أبطاله من عنا، لهيك ما في حل تاني غير إنه ينجح مشان سمعة الوكالة. بينجح بينجح، وهذا بينجح، مع إنه بصراحة أنا لسه ما حضرت ولا مشهد، بس يعني بتعرفي بعد الإعلان طلع شوية أقاويل إنه زادوا القسم النفسي فيها وهيك قصص يعني. إيه شفت عم بيصوروا الأحداث بطريقة أقوى من المكتوب بالسيناريو. يا ستي رح ينعرض ورح نشوف بعيننا، إن شاء الله منشوف إشياء منيحة، شو رأيك أنت؟ إن شاء الله. يلا انبسطي. أنت كمان. أوه شو هالطلة البديعة، شو هالجمال. شكرا. أرزو شو رأيك تعديهم؟ إيه تمام. سلام، ما كنت رح تجي عبكير؟ سراج لا تواخذني يا دوب قدرنا نجي. دوق كباب البتنجان بيطير العقل. والله جد؟ على كيفك. صح أرزو، شوفي انت اليوم ما أكلت شيء، دوقي لك شيء لقمة يلا. لا أنا من كتر ماني متحمسة ماني قدرانة أكل شيء. أرزو لا تفكري السهرة رح تخلص هون، يعني لسه رح يكون فيك مالي، في باقي، وبعدين في فريق بيطلع بيروح لمكان تاني بيكملوا السهرة هني، بنكملها يعني. ونحن إذا كان بدنا نكمل اليوم بدك تاكلي، بدنا نكفي هاي الليلة ورح نكفيها بطريقة حلوة. أوكي؟ ماشي. طب يلا لشوف كلي يلا. بعدين بعدين. ميرال كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ ماشي الحال. مرحبا جلال بك. أهلين تولي، شو أخبارك؟ منيحة. تنطفي من كل وسخك، لازم تكوني مثل الفلة، بدك تنطفي من كل وسخك، عم تفهمي شو عم قلك ليه؟ طلعي فيني، بدك تنطفي وغصب عنك، ما رح يضل وسخ، ما رح يضل ولا شيء، أبداً، ولا شيء رح يضل منك، كل هذا الوسخ اللي جواتك، بدي خليه يطلع، بدي نطفك كلياتك، بدي خليكي تنطفي من برا ومن جوا كمان. شايفة كل هذا الوسخ اللي عم يطلع منك؟ شايفة قديش قصيرة؟ لك شايفة قصيرة؟ شايفة تعرف قصيرة؟ بس أنا هلأ رح نطفك كثير منيح. البيلة صار الأسود خايف فوتك منك، لا يتم فايتين ببعض البعض. مواقع التواصل الاجتماعي والعانة هلأ الكل عم يحضر البيلسان الأسود. شو مين حكى؟ مسلسل شيق كتير، رح أحضره، حبيته يعني من هالحكي. طيب وشو عم بيقولوا عن شغلنا؟ ملينا، طقينا، استفرغنا، كاتبين هيك شغلات، شو بدنا نقولهم يعني؟ هذا رأيهم. غيره؟ ماتحين الممثلين وحاكين عن الكل وماتحين. حلو، شوفي روقت هلا. لما حدا بيحكي عن ممثلين تبعوتنا يعني بيكون شيء إيجابي لإلي، لأنه صحيح إحنا مو ممثلين بس عنا نفس الإحساس تبع الممثلين وقت اللي بيعملوا ريتنج حلو. مظبوط اللي عم قوله. بس سراج بيك أنت عم بتنقيهم واحد واحد. عاد إيه طبعا. ايه والله دور كتير طالع حلو معه. شغلة شيء حلو، برافو عليك. برافو حلو كتير، كلنا عم يزقفوني لكن حلو كتير. برافو كتير حلو. حلو ما شاء الله. سوسو سوسو لا تعملي هيك، ببوس ايديك. يلا طلعي صدقيني هذا الشي بيجي حتى على راس اللي اخدين البطولة، يعني مو بس انتي، مو مقصودة. سهيلة يعني حبيبتي لو ما عجبتيهم وحبوكي كانوا اجوا قالوا لك ياها بوشك، ما كانوا خبوا عنك، صدقيني كانوا اجوا قالوا لك، ما كانوا استحوا منك. بعدين ممكن القناة تكون غيرت بالسيناريو وطلعت الحلقة طويلة لهيك اضطروا انه يقصوا مشاهد منها، يعني لا تزعلي القصة مو مقصودة صدقيني. خلص بقى اطلعي سهيلة، خلينا نحكي وش لوش، ما حلوة نحكي هيك من ورا البواب، اطلعي خليني اشوفك. على الاقل كانوا يعطوني خبر يا ايمن، وانا ما كنت مثل الجد بحطيت احلام واجيت لهون.
الله يلعنون الله يلعنون الله يلعنون. طيب سوسو انت اصلا معك حق، بس بوعدك انا رح حل هي القصه لو سمحتي. اطلعي خلينا نحكي، رح احكي مع المخرج، واذا اضطريت رح احكي كرمالك مع المنتج كمان، بس اطلعي خلينا نلاقي تفسير منطقي للي صار. اطلعي خلينا نحكي كلمتين، بعدين لا تنسي انه شخصيتك مكمله بكل الحلقات، يعني ما حتروح هون. اطلعي. ما بدي ايمن، ما بدي ما بدي. انت روح روح اتفرج، انا عن جد هون منيحه هيك. اكسكيوز مي. أرزو أنا هون، رح أحكي تليفون وأرجع دغري. إيه أنا هون، ماشي؟ طيب ماشي. جاي. ألو أيمن، هون ولعانة ولعانة، شو الوضع عندك؟ جلال بيك حتى هون كمان ولعانة. آه يعني كتير منيح؟ لا مو هيك قصدي، بس وهي لجانة لأنه حاسفين كل المشاهد تبعها. كيف؟ شلون هيك يعني؟ والله لا تسألني، واحد من الإنتاج حكاها من دون قصد، البنت مزاجها كتير سيء وحطت حالها بالحمام هلا. يعني بتمنى بس تصير شغلة واحدة بلا مشاكل، بس شغلة واحدة تمر بلا مشكلة. بعتذر جلال بيك، لا تواخذني، بعرف اني قيمتك عن اكلك، بس شو بدنا نعمل؟ لا حبيبي شو نعمل، ما في شيء بنقدر نعمله. انتو وين هلا ايمن؟ بايتي مو هيك؟ ايه 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 جلال بيك، ايه ايتي صح. ايه تمام، هاي مو اللي صايره عند الدوار على الزاويه تماما؟ ايه ايه تماما هوني. طيب طيب انا جاي دغري، سكر سكر، يلا باي 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 باي. ليك يا ارزو، انا بدي روح بس ما بطول، ايه دقيقتين وبرجع. تمام تمام، انت تفرجي تفرجي، ايه راح ارجع دغري. سلام. Thank you.